بسم الله الرحمن الرحيم. رح أبدأ أنا وياكم هلأ في محاضرة كيمياء حيوية جديدة. محاضرتنا اليوم يا جماعة رح نكمل فيها من عند ما انهينا المرة الماضية. المرة الماضية ضل علينا جزء بسيط من شابتر الليبيد، هذا الجزء اللي بلشنا نحكي المرة الماضية عن الكوليسترول. قلنا انه الكوليسترول هو عبارة عن احد انواع الديريفد ليبيد، احد انواع الستيرويد. حكينا انه الكوليسترول طبعا بتصنع باكثر من مكان في الجسم، انت ممكن تاخده جاهز من الاكل، ممكن تاخده او ممكن جسم يصنعه بالليفر، ممكن يصنعه بالانتستين، ممكن صنعه في أعضاء أخرى. الموليكولار فورميلا للكوليسترول هي طبعا C27H54OH. اتفقنا إنه الكوليسترول consist of four cycle or four rings. The second ring contain OH group at طبعا carbon number two. نركز على هاي المعلومة. طبعا في عنا double bond present between carbon five and carbon six، بين الكربوني الخامسة والسادسة دائما إيش بيكون في عنا double bond، وهاي double bond مهم كتير لأنه واحدة من الخصائص أو من التفاعلات اللي ممكن يعملها الكوليسترول هو reduction reaction أو تفاعل الاختزال، اللي هو عبارة عن الهيدروجينيشن. حكينا إحنا بالنسبة لتفاعل الاختزال إذا كان عنا بإضافة الهيدروجين فالبرودكتس اسمه dihydrocholesterol. أما إذا صار عنا تفاعل الريدكشن بتأثير البكتيريا الموجودة في الأمعاء فبيكون اسم الناتج كاربوستيرول. هي أصلاً لما بتعمل ريدكشن هي شو بتعمل؟ هي بتشيل أكسجين من الكوليسترول، وهذا الحكي اللي شرحناه المرة الماضية. حكينا كمان عن إنه بعض الخصائص المميزة للكوليسترول، إنه مثلاً لونه يلو سوليد كريستال، إنه هو تنسوش إنه لما بدك تخزنه في الجسم ممنوع يتخزن على شكل كوليسترول، بده يتخزن على شكل كوليسترول أو على شكل كوليسترول مضيوف عليه مجموعة فاتي أسيد. كأنها هاي الفاتي أسيد هي اللي بتخلي الكوليسترول في وضع السكون تبعه. وقت ما أنا بدي أحتاج هذا الكوليسترول فقط شو بعمل؟ بشيل مجموعة الكوليسترول وبرجع بشيل مجموعة الفاتي أسيد وبرجع الكوليسترول لوضعه الأساسي. يمكن ضل عنا من المرة الماضية نحكي إنه ارتفاع الكوليسترول في الجسم بيعمل لي شغلتين أساسيات. الشغلة الأولى اللي هي الإريثروسكرولوسيس اللي هو تصلب الشرايين، و الشغلة الثانية اللي هي البايلستون أو حصى المرارة. وطبعا حصى المرارة صعب إنه الواحد يتخلص منها غير عن طريق العملية الجراحية اللي بيستأصلوا فيها المرارة كليتها أو بفتتوا الحصى. على كل الأحوال وصلنا عند الكالر رياكشن أوف كوليسترول. هلا صراحة هدول التو رياكشن هم فيك تعتبرهم فحوصات بسيطة زي فحوصات العمل اللي بناخدهم، اللي زي مثلا بينديكتسكو التولينز والهذا، هي فحوصات لونية فقط بتكشف لك انه المادة اللي عندك هذه كوليسترول ولا لا. يعني لو انا اجيت حكيت لك بكل بساطة، لو اجيت جبت لك انا تيست تيوب، تمام، التيست تيوب هذا قلت لك اعرف لي هل هاي المادة المجهولة اللي انا حطيت لك اياها في التيست تيوب هي كوليسترول ولا لا، بدك تيجي تحكي لي شو؟ بدك تيجي تحكي لي حتى مس قادر اعرف لك هذا الكلام، بدك تدوبي لي الكوليسترول هذا في الكلوروفورم. ليش في الكلوروفورم؟ لانه يا جماعه الكوليسترول ما بدوب بالمي، لانه الكوليسترول ايش ماله؟ ووتر انسوليبل، زيه زي باقي الانواع من الليبيد، هو غير ذائب في المي. هو ايش يا جماعه؟ هو غير ذائب في المي. طيب كيف انا ممكن اني اوضح لك الصوره بشكل احسن؟ لو انا اعطيتك هذا التست تيوب مثلا، تمام، هذا التست تيوب فيه ماده، قلت لك بس انا بدي اياك تعرف باختصار شديد هل هذه الماده اللي موجوده في التست تيوب كوليسترول ولا لا. هلا مندوبها بكلوروفورم، تمام،
وفي عنا فحصين حتى اكشف هل هذه المادة كوليسترول ولا لا. الفحص الاول راح استخدم فيه اللي هو طبعا بنسميه ليبرمان برانش تيست او ليبرمان تيست. راح احط فوق الكوليسترول هذا ايش؟ مادة اسمها اسيتيك انهيدريت. راح احط فوق اذا فوق المادة المجهولة، طبعا انا مش عارفة هي المادة كوليسترول ولا لا، راح احط الاسيتيك انهيدريت تمام زائد ال H2SO4 ماشي الحال، واشوف اذا تحول لون المادة اللي في التست تيوب الى بلوشي جرين. عارفين شو بلوشي جرين؟ يعني تريكواز. اذا تحول الى بلوشي جرين او الى لون تريكواز معناته هاي المادة شو؟ معناته هاي المادة فعلا هي ايش؟ معناته هاي المادة فعلا هي كوليسترول. طيب يا مس، اذا صار عندي اللون لون تاني اعرف ان هالمادة هذه مش كوليسترول. اذا في الليبرمان تيست انا عندي اذا صار اللون عندي بلوش جرين معناته النتيجة ايش مالها؟ بوزيتيف. معناته ايش بوزيتيف؟ معناته العين اللي عندي كوليسترول. طيب واذا ضل اللون كلرليس او اذا ضل اللون زي لون المادة اللي موجودة عندك، ممكن ابيض ممكن اصفر ممكن هذا الى اخره، ايش مالها؟ بدها تكون نيجاتيف تمام، او خلينا نحكي بلاش يكون كلرلس، لانه في مثلا ممكن انا اعطيك مادة بروتين واحكي لك هاي كوليسترول ولا لا، او يكون لها لون معين. رح نحكي نو كلر شينج، يعني ضل لون المادة اللي انت حاططها نفس اللون معناتها نيجاتيف، معناتها نو كوليسترول، معناته هاي المادة اي مادة في الدنيا ما عدا انها تكون كوليسترول. هذا الفحص باختصار هو فحص الليبرمان تيست. في عنا الفحص الثاني اللي هو السلوسكي. برضو يا جماعة بفحص السلوسكي هلا انا هون رح احط برضو المادة المجهولة هاي عندي هيها تمام، رح ادوبها كمان بكلورو فورم تمام، وراح اضيف عليها فقط ال H2SO4 لحاله. اذا صار لون المادة اللي في التست تيوب احمر، فاعرف انها كوليسترول. اذا ما صار في عندي اي تغيير على اللون معناته ايش انا عندي؟ معناته النتيجة سلبية، معناته ان هذه المادة اي مادة مش كوليسترول. اذا صار اللون احمر معناته هذه المادة هي كوليسترول. هدول يا جماعة هم فحصين بسيطات ممكن احنا نستخدمهم حتى نكشف ان اذا المادة المجهولة اللي عندك هي كوليسترول ولا لا. باختصار شديد يعني فحص لوني فقط، صار اللون كذا معناته كوليسترول، ما صارش اللون كذا معناته مش كوليسترول. معناته لو انا جبت لك عينة مجهولة واعطيتك اسيتيك انهايدريت و H2SO4 تمام، صار لون تست تيوب بعد ما ضفت المادتين هدول بلوش جرين، معناته ايش المادة اللي عندك؟ كوليسترول. طب واذا ما تغير يا مس لون المادة؟ معناته باختصار شديد هذه المادة بتكون اي مادة ما عدا الكوليسترول. طيب واذا انا جبت لك اعطيتك بس ال H2SO4 حطيته انت فوق الكوليسترول اللي مدوب بالكلوروفورم، صار اللون احمر، هي والله على راسي وعيني كوليسترول. طب ما صار اي تغيير على لون الرياجنت، معناته ايش يا جماعة؟ معناته المادة اللي عندك او المادة المجهولة اللي عندك هي مش كوليسترول. طيب ضل عنا في هاي الصفحة اهمية الكوليسترول، ضل عنا ايش؟ اهمية الكوليسترول. شوف يا جماعة، الكوليسترول give rise in sex hormone. ايش يعني؟ يعني هو اساس تصنيع الهرمونات الجنسية. هلا احنا اتفقنا بالنسبة لموضوع الهرمونات وحكينا المرة الماضية انها الهرمونات في الجسم تقسم الى مجموعتين، مجموعة تركيبها بروتين ومجموعة تركيبها ايش؟ ليبيد. اذا انت بتحكي عن السكس هرمون او عن الادرينال هرمون زي الادرينالين زي النور ادرينالين زي الكورتيزون زي الاستروجين زي البروجسترون زي التستوستيرون، كل هاي الهرمونات يا جماعة اساسها ايش؟ ليبيد. اذا انت بتحكي عن الجروث هرمون والتي اس اتش يعني هرمون الغدة الدرقية، هرمون اللهم صل على محمد البرولاكتين هرمون الحليب كمان الجروث هرمون، كليتها يا جماعة انت عم تحكي عن هرمونات بروتينية او هرمونات تركيبها بروتين. طيب مس اعطينا مثال على السكس هرمون. استروجين، هاي اكتب معاي استروجين، هاي رح اكتب لكم اياهم هون عشان بعرف انا مس ما كتبتي لنا اياهم. هايهم استروجين تمام، بروجسترون، تستوستيرون الى اخره. طيب
شو بالنسبة يا مس كمان give rise of adrenal hormone؟ ايش يعني adrenal hormone؟ يعني ادرينالين، نور ادرينالين والكورتيزون. كمان من اهمية الكوليسترول برضو هو المادة الاساسية لتصنيع مين؟ الفيتامين دال. وتتذكروا المرة الماضية حكينا انه انا لما باكسد الكوليسترول ل 7 داي هيدرو كوليسترول، هي التفاعل الموجود عندك في صفحه 80، انا ايش عملت؟ انا عملت البريكيرسر او الماده الاساسيه اللي بتدخل في تصنيع فيتامين د. كمان من اهميه كمان الكوليسترول بحكي لك بريكيرسر اوف كوليك اسيد. شو الكوليك اسيد؟ اللي هي جزء من العصاره الصفراويه اللي بتكون عندك في الجسم واللي بتساعد في هضم الدهون المختلفه. كذلك الامر الاهميه الخامسه الكوليسترول امبورتنت تيشو كومبوننت. ايش يعني؟ يعني بفوت في تركيب الاورجانيلز تاعت الخليه، بفوت في تركيب عضيات الخليه المختلفه. كذلك الامر في أهمية للكوليسترول، يمكن تستغربها شوي، إنه الكوليسترول يا جماعة بيعمل نيوتريلايز. إيش يعني نيوتريلايز؟ يعني بيزيل سمية بعض السموم، زي مثلا السناك فينوم أو البكتيريا التوكسين. رأي في كتير من البكتيريا بس تفوت على جسمك بتفرز سموم معينة حتى تدمر الخلايا وتساعد على غزو الجسم. وكذلك الأمر أنت بتعرفوا إنه بعض أنواع الأفاعي عندها سموم ممكن إنها تطرف الجسم، ممكن إنها تكون قاتلة. هلا بدي أحكي لك شغلة، بس مش يعني هلا انا لما يعني المريض لما بتعرض او واحد طالع رحله تعرض للدغه افعى، هلا مرات بيموت. تحكي طب ماس ليش الكوليسترول اللي في الجسم ما عالجه؟ هلا حسب نوع السم وحسب كمان كميه السم. اذا والله السم اللي اجا مثلا من الافعى او من الحيه كان كميته كبيره، حتى لو كل الكوليسترول اللي بالجسم ما هذا، اذا انت ما لحقته على المستشفى بيموت. يعني مش تفكر يعني اوكي هي لها اثر في تخفيف سميه السموم، لكن خلينا نحكي حسب كمية السم اللي عندك وحسب حتى نوع السم اللي عندك. على كل الأحوال هيك أنا يا جماعة بكون خلصت شابتر الليبيد. طبعا عندك في صفحة 82 خلاصة الوحدة، وفي عندك شكل كمان موجود في صفحة 83، هذا كله يعتبر من خلاصة الوحدة. بدي أوقف أنا وياكم بس بقدر بسيط على السيلف تيست. في السيلف تيست يا جماعة عندك اول اشي اكمل الرياكشن، كومبليت رياكشن. هلا بحكي لك انه مثلا لو انا اعطيتك هذا الفاتي اسيد وعندك هذا الكحول، طبعا بكل بساطة انت شو بدك تعمل؟ بتشيل من هون او اتش وبتشيل من هون اتش وبتوصلهم مع بعضهم البعض وبتطلع H2O. كمان هاي حكي لك ايش بدك تعمل، اصلا انك بدك تشيل H2O. نفس الاشي لو اخذت انا الجليسرول زائد عندي نوعين من الفاتي أسيد، شو بدك تعمل؟ بتعمل بنفس الطريقة، بتعمل بنفس الطريقة. طبعا هو هاي حاطط لك هون حبتين من هذا الفاتي أسيد، تمام؟ شو بتسوي؟ ولما يكون عندك وحبة من هذا الفاتي أسيد، يعني هذا بيطلع ميكس ترايجليسرايد لأنه مش نفس النوع من الفاتي أسيد، مش نفس النوع من الفاتي أسيد. طيب السؤال الثاني بحكي لك واي بروستاجلاندين يوسفول تو تريت هايبرتنشن؟ ليش البروستاجلاندين مفيد في علاج الهايبرتنشن او الضغط؟ طبعا كلكم بتعرفوا انه البروستاجلاندين بقلل من البريفرال ريزيستنس او من المناعه الجانبيه اللي حكينا عنها، وكذلك الامر بوسع او بزيد البلد فلو، فهذا الشيء طبعا بقلل من ضغط الدم. طيب It is not recommended for pregnant women to take prostaglandin. ليش؟ لأن البروستاجلاندين شو بيعمل؟ بيعمل uterine contraction أو بيعمل انقباضات في الرحم، وإحنا الحامل ما بدنا إياها أكيد تولد قبل موعدها. طيب لأنها ممكن لا سمح الله إنه يصير في عندها مسكرج أو يصير عندها إجهاض. طيب Is fatty acid soluble in water ولا لا؟ إيش رأيكم؟ طبعا فقط الشورت فاتي اسيد اللي عدد كربوناتهم اقل من 6 هم اللي بيكونوا ووتر سوليبل، والباقي طبعا نان ووتر سوليبل. طيب discuss the differences between simplification and oxidation of fat. ترجع للتفاعل لكل واحد من هذا لكل واحد من التفاعلات مع هذا مع الدهون. طيب ايش الفرق بين الفوسفوليبيد والواكس؟ اكيد هذا كومباوند ليبيد، والواكس طبعا سمبل ليبيد. بكل بساطه هذا بتكون من فوسفوريك اسيد وكحول وفاتي اسيد، هذا بتكون فقط من كحول وفاتي اسيد.
ايش الفرق بين الستيرويد والكوليسترول؟ بكل بساطة الكوليسترول نوع من انواع الستيرويد، بتميز انه هو ستيرويل، يعني بتميز بوجود مجموعة الـ OH على الكربون الثانية في الحلقة الاولى، وهذا اللي بيميز الكوليسترول وهذا اللي بيميز كل الستيرويد. هاي يا جماعة كان حل السيلف تيست، بتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هذا. هيك احنا طبعا بنكون خلصنا شابتر الليبيد، راح ابدا معاكم بالجزء الثاني من المحاضرة بالشابتر الجديد اللي هو البروتين.